أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استخدام الصور وسيلة من وسائل التعلم والتعليم، حيث نحتاج أن نعلم الأطفال الأسد فنوضح لهم صورة الأسد أو الفيل أو غير ذلك؟ والأطفال وش يبون بالأسد؟ علمهم لا إله إلا الله وشروطها وأركانها، وعلمهم أحكام الصلاة وبر الوالدين، وعلمهم تحريم المحرمات. أما الأسد وش يبون به؟ إذا كبروا عقلوا عرفوا. نعم.